ويلا انك تنجينا من النار. يا ستار يا ستار. بسم الله يا ابو وفا. انا اقول شلون بيعلقون الهامور بالبرميل؟ يوصل هامور يوصل 60 70 كيلو، هذه تقريبا 12 12 ونص كيلو. يلبى قلبك الهامور شيء جميل، ما هو لحم ولا هو لكن هامور. الله يلبى قلوبكم. الكيلو من هالبيض هذا، بيض السمك، 15,000 دولار. من وين جاي؟ الشرقية. سلام. الشرقية. ليش كذا قلت الشرقية؟ معروفين بالهامور؟ أفضل وأجمل هامور في العالم اللي هو الهامور العربي، اللي تلاقي فيه نقاط برتقالية إلى رمادي غامق، يكون من الشرقية والخليج العربي. طبعًا موجود زيه في البحر الأحمر. عاش عاش والله أبو وفاء. أبو عبد الله. أيوة. عشان تأخذ النكهة لو حطيناها كاملة كذا في البرميل وش بيصير؟ ما بتدخل النكهة داخل. هنقول بسم الله. لحمته بيضة. أيوة ما شاء الله ما شاء الله. بعض الأسماك يجي لون لحمتها رمادي، بعضها يجيك لونها فيها حمار زي التونة. أيوة. ولكن الهامور هذا اللي يميزه. الهامور يعتبر من الأسماك الشبه دهنية. تبي المندي يطلع صح؟ دائما سبحان الله اللبان يكون فيه دهن. أكيد. فأي حاجة فيها دهن من الأسماك وديها في المندي وانت أمورك طيبة. مثل إيش غير الهامور؟ الهامور، الدنيس، السيباس، الصبيطي، الناجل، كلها تمشي في المندي. حلو. الشيء المهم الحين التتبيلة. ايش رايك فيها بالله؟ ما يحتاج. كم مكون؟ التتبيلة فيها 12 بس. 12 مكون اليوم فقط. الشغلات كلها 12 و12. الهامور شكله جميل، لا ويسرع قدام المرور وياخذ مخالفات قبل السحور. الله يلبى قلوبكم يا حبايبي. متى السحور؟ والله شغل فن هندسه يا ابوي. عشان نضمن، شوف من هنا طبعا راس الهامور هو اللي بيكون بقاع البرميل تحت. الله نعم. شوف بنغلفها تغليف. الخياطه باحكام. الله شكر. هو الله يعينك. الله يكتب اجرك. المندي بنكهه كرب النخل. قبل لا نقفل بدقائق نحطه هنا. ضبطونا الخياش المبلوله بالماء عشان يكتم المندي مضبوط. وفع عاش ضبط سحورنا. ايوه الوزن مهمه والنار حاره. الله يعينك الله يعينك. بعد حي ما شاء الله تبارك الله. خبره رشه زيت زيتون. نعم. وش هذا؟ هذا السر. اوه سر علي يعلم. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. 50 دقيقة. شيك على وضع فلاته، ممكن في تنسين شيء. والله خلنا نشوف يمكن هنا ولا هنا. حسب خبرتك بالمندي. والله حسب خبرتي امورهم يعني لا باس لا باس. طعام الملوك الذهب الاسود. اغلى المأكولات البحرية. محطوط في شنطة معزولة. غير ان الشنطة معزولة معها ثلج. تلايس. ايش عندنا هنا؟ شوف شوف الرطوبة اللي عليها. من وين جاي؟ منين؟ من بحر قزوين في روسيا. شوف الله يا الله. شوي عليه. لو تلاحظ فيه طبعا هذا بيض سمك بس مو نعم. كل بيض سمك كافيار. ليش؟ له شروط. لازم يكون غير ملقح وغير مخصب ولا يحتوي على جنة. ومن السمكة هذه اللي اسمها استروجين فيش أو سمكة الحفش. تدري حبات البيضة هذه؟ طبعا في كذا نوع منه. هذا النوع الثاني الدرجة الثانية. شوف في حبات بيضة تعال ركز فيها. قيمة الكيلو واحد كم؟ هذا 15,000 دولار. لو انفرزت الحبات البيضة وباعت على جنب الكيلو حقه يوصل 25-30 ألف دولار. إذن يا جماعة الخير الكيلو من هالبيض هذا بيض السمك 15,000 دولار. شوف الملعقة اللي ترى مو أي ملعقة تمسكها. سيراميك صراحة. لازم ملعقة سيراميك. نوع من أنواع الأصداف اللي هي هذه. أيوة. صنفر. تخيل صدفة كاملة تروح عشان يطلعوا منها 3 ملاعق. ترى هذه كانت كذا كانت هنا. مو أي طريقة تأكل فيها. هو له سلوم خاصة يعني. هات تفضل. ما بعطيك بالملعقة. هات إيدك. ليش؟ اوف 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 اوف. طيب له كاريزما. افا طاحت 500 ريال. والله له كاريزما. هات ال 500 اللي تحتها. فعلا هذه طريقة الأكل الأصلية للكافيار. شوف طريقة أكل الكافيار. ما تحطه بالملعقة ولا تحطه في يدينك كذا لأن هذه منطقة تلامس فعاتم فيها بكتيريا فيها. هذه المنطقة ما حد يحك كذا. فبالتالي هذه المنطقة تعتبر أفضل المناطق. والله أعرف ناس واجد. يبدأ من هنا من طرف الصبع إلى هنا. جرب. عبد الله
ما ابغاك تاكله زي اكله عاديه، خذه ابي كل حلمات لسانك تتذوق كذا، حاول كل حبه كذا تتذوق خبره ما عطني نكهه عطني الطعم تحسس بلسانك. عليك العافيه. لا تاكل ايه تحسس فيه تحسس فيه، افقع الحبه كذا تحس انها تطق بالونه. يو تقول بلاستيك بلاستيك الغطاء اللي عليها هذه داخلها في ماده احماض امينيه، طبعا هو زي في ريحه سمك في شيء ضايق؟ لا شيء قوي تحس انه مقزز شيء في نكهه اعرفها يا اخي لقيت لك اللي حول نكهه التراب كذا فقعي وليش في نكهه احس في نكهه صار عندي لخبطه بالتست. هيا فلا كليت قيمة سيارتي. ايوه فلاته قيمة سيارتي فلاته يا فلاته لا فلاته الان يستمتع كالملوك فلاته يتذوق الكافيار الروسي من بحر قزوين يا الهي انه الثراء الفاحش ايوه تحسس ايوه تغير شوف تغير ملامحك تغيرت عطها الحين عطها فلاته ايش العضلات طلعت ايوه يلا 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 فلاته لما يطلع من المتجر ويستلمه العميل لازم يكون بارد يحطون قطعه ثلج يكون تحت هنا ثم علبه الكافيار وبعدين يحطون الثلج فوقه شوف العلبه كيف محكمه طيب نوديه للسياره عشان انا بصوره زين بالفندق خذ راحتك ناخذه للسياره يا جماعه الخير في علبته نفسها ولا ما الحمد لله ماني بحاجته لكن علشان بس اصوره زين في حد ما ذاق بس احد ما لا كلهم ذاقوا كلهم ذاقوا ما يحتاج اخوان طعمه حلو ارفع الشاشه الله يجزاك خلني حضور الشباب الغاليين باستراحة أبو وفاء بس الله يحييه ويغنيه ويكثر خيره اهلا هلا دكتور هلا علومك طال عمرك يا هلا والله الساعة مباركة عملية ان شاء الله عملية الله يحييك ما يحتاج صح فقرات العلاج طبيعي موجات فوق الصوتية الامور طيبة ذيك كافيار يكفي بس يقول علاجك كافيار الدكتور بس شكل القلاية هذه كذا خلاص مغري عشان الزرك في الصحن هذا فيه ليه هامور تبلنا تتبيلة عادية نزيل التتبيلة على الطحين عيني عليك صراحة تخصص أبو وفاء في البحريات ولا هو شيء ترى يا جماعة هو يقول أنا أحاول أثقف أقدم ثقافة للناس عشان يهتمون بالمأكولات البحرية الله أكبر عليك الله تبارك الله الربيان على الصاج طلع لها نوعات راسنا ما شاء الله ايوه هنا الكلام هل عقب هالسحور البحري ابن عطش ولا لا نشوف باكر بعد ساعه تقريبا بالتاكيد المندي جاهز اسمعي يلا ولا لا الله الله الريح الله الريح ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك لا اله الا الله الأمور طيبة عاش 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 والله شوف 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 أدري إنه حار أمل القناة يا أمل القوة تعال إن شاء الله تبارك الله بعد ساعة برميل إيش رأيك باللون أبو عبد الله عيني عليك شغلك كله زين لا تقول إيش رأيك فلاته هلا والله السحور مضبوط لا تقلق خلاص اوكي امور مره من شوي اشوفك كذا مرتبش اي والله قلت تكلم حد المطاعم كنسل مرسول كنسل مرسول خلاص تعال 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 ايوه ايوه وش فيه وش فيه ما شاء الله تبارك الله شوف الابره شلون اللهم بارك اخذ ذوق يمكن ناقص الملح لا قدر الله ما تدري أول ما فاجأ نكهة المندي القوية أعتقد الكرب كان له دور كبير بهالنكهة الصيادية نزلت الرز الأبيض موجود من العافية كلام كبير يا جماعة هذا في ليسي باس يا حبيبي في ليسي باس الله ما شاء الله ما لذة وطاب ما أدري بس الزعمي ما حتسبقك عليها هذه ما شاء الله عليك صراحة الصحن هذا على اطراف كان واحد اول ما يستفتح اوه يستفتح بالروبيان عز الله انه قال لي هو قال بنسحرك سحور يا بدر شيء مختلف
الله يرزقك الله يرزقك. امين امين. تعمل موضوع بحريات واسماك وحركات اكيد الليمون اهم شيء. سلام 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 ما شاء الله تبارك الله. اللمسة الاخيرة الكاجو تعديت الابداع كله ما شاء الله. الله يغنيك يجود عليك. ها تست شوف شلون شوف كيف تنقشها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ياك تعافيهم وتقويهم كثر خيرهم وتشايلها. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. هلا والله العافيه. يلا وين الشباب اللي معك؟ يلا يلا.